اوعوا تنشغلوا بالمدرب ولا حد يقول لكم بص العصفورة، انشغلوا بالكورة في مصر، باتحاد الكورة. كيف يأتي اتحاد الكورة؟ اتحاد الكورة اللي انتوا شايفينه ده، رئيس اتحاد الكورة جاء بترشيح من فرق في الدرجة الثالثة. الفرق الكبيرة ما بتشغلش بالها، والمسألة عشوائية، ويبدو انه في هناك حد بيقول احنا عايزين فلان، هاتوا من مغاغة، هاتوا من مش عارف نادي ايه في سوهاج او في اسيوط، ولهم كل الاحترام، لكن تكتشف ان لا الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي ولا المصري لهم دور في اختيار رئيس اتحاد الكورة، وبعد كده تصويت وقابلني. تروح للمراكز اللي لها حق التصويت تقول لهم هجيب لكم تيشيرتات وهجيب لكم كور وهجيب لكم شبك. فيلا يجي اتحاد كرة ليس له علاقة بالكرة، مع احترامي لوجود حد زي حازم إمام أو محمد بركات الكباتن الكبار، لم نرى فترة فيها سوء تنظيم وإدارة زي الدورة الأخيرة. لا سافرنا بدري، ولا حد كان عارف الطقس شكله ايه ويجب نروح قبلها بمده قد ايه، ولا كنا عارفين الرطوبه في المدينه الاخرى اللي سافرنا ليها شكلها ايه، ولا كنا عارفين الفندق الافضل ايه، ولا لما واجهتنا ازمه محمد صلاح حد طلع وعرف يدير الازمه بشكل محترم، وخناقات مع اللعيبه وكلام عن مين ومحمد صلاح عمل ايه، ودخلونا في متاهات توتر اللعيبه انشغلوا بما ليس لهم فيه الحل. عشان ما نضحكش على بعض، طول عمرنا بنخرج بقالنا 14 سنة مصر فريق القومي، 14 سنة مش عارفين ناخد بطولة، خدناها آخر بطولة 2010 أيام المعلم حسن شحاتة، أيام ما كان فيه فريق وروح. احنا عندنا أحسن لعيبة، يعني أحسن قوام للمنتخب موجود في مصر وبره، عندنا لعيبه محترفين اكتر، عندنا لعيبه كويسين، لكن ما عندناش مدرب. لو لاحظتوا ما عندناش جمله، عندنا فراغات بين اللعيبه، خط الدفاع في وادي والنص في وادي، ولما تحسن بقى خط النص يرجع ورا علشان نشيل الهجوم من الكونغو، من غانا، من موزمبيق، من كاب فيردي. كاب فيردي اللي النهارده بتلعب، كاب فيردي اللي مدربها بياخد 9000 دولار واحنا 200,000 يورو، واليورو اعلى من الدولار. الحل تغيير لائحه او قانون الانتخابات في اتحاد الكوره. لابد ان يكون هناك تدخل من الدوله، مش في انهم يقلوهم فيتوقف النشاط، لا، هم يستقيلوا، هم يجب ان يتحلوا بروح الشجاعه والاحترام ويستقيلوا. عايز اقول لكم مفاجاه، إذا كنتوا بتراهنوا على المنتخب الأولمبي اللي رايح الأولمبيات، وإذا كان ده مستقبل الكورة، حد فيكم تابع هذا المنتخب؟ إحنا انشغلنا في البطولة وكان المنتخب الأولمبي بيلعب دورة ودية في دبي مع المنتخب الأولمبي السعودي والقطري والعراقي والإماراتي. أنتوا عارفين إحنا طلعنا بكم نقطة؟ إحنا طلعنا بأربع نقط من 12 نقطة، وكنا وحشين. اتغلبنا من السعودية 2-1، واتغلبنا من العراق 1-0، وتعادلنا مع قطر، وفزنا مباراة واحدة على الإمارات 5. هو ده المستقبل بتاع مصر؟ ده مستقبل الكورة يلي عملته الكابيتانو علشان تطلعوا لعيبة، ومحدش قال لنا طلعتوا مين وطلعتوا كام لاعب بالملايين اللي اتصرفت؟ فين المنتخب الأولمبي؟ ده النواة بتاع المنتخب الأول وحش، وهيأدوا أداء وحش. جمال علام واتحاد الكرة عليه فورا أن يتقدم باستقالته خجلا واعتذارا لهذا الشعب اللي وفرك لبن العصفور، شعب بيعاني من أزمة الدولار، وإحنا بندفع 2,400,000 يورو في السنة بقاله سنة ونص معانا، ما عرفناش نفوز على فرقة، ما عرفناش يبقى عندنا فرق هدف. أربع تعادلات مذلة، وشكلنا وحش، شكلنا وحش. نجيب 7 يدخل فينا 7، وجون قصاد الجون، ودايما متأخرين وبنتعادل، واللاعيبة بتقطع نفسها، لكن ما فيش خطة،
ومدرب واقف عاجز، واتحاد كرة ملوش في الكرة، ملوش في الكرة.